سيفتح ممتاز سيفتح حتى الآن لعب لقاء كبير على مستوى خط الوسط الدفاعي هاشمي 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 جمال خطيرة خطيرة هدف لدفاع فريق الرجاء بكالوش ينتظروا خط دفاع فريق المغرب الطواني هذه المحاولة فاجئوهم بهدف وفرحة لا توصف في مدرجات أنصار فريق الرجاء البيضاوي بهدف الأول للاعب الحافظي غادي نشاهدوا بالعرض البطيء هاشمي كيفاش رفع الكرة للاعب الحافظي الذي كان حرا طليقا حرا طليقا ولكن تمريرة كيفاش هز الكرة اللاعب الهاشمي طريقة جميلة جدا ما لقاش الحافظي أي صعوبة في إيصال الكرة إلى شباك الحارس يوسف الوصيف متقدم على البطل بهدف اللاعب الحافظ مرتضى فال زهير نعيم زهير نعيم بمفرده